قبل ما تشوفوا الفيديو خليوا متابعة وسبسكرايب للقناة باش يوصلكم الجديد. بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش إيمان باطمة دارت العرس، واش كان عندهم العرس وما شاركوش معنا، ما شاركوش معنا تفاصيل ديال العرس ديالهم وصور فيديوهات وداك الشيء، فقط توصلنا غير بهذا الصور. لا، هذا ماشي عرس ديالهم، وانما هما فقط كانوا حاضرين لواحد الحفل ولا عرس، المهم انهم ماشي هما العرسان. كاين العرس لا والو، فقط كما قلت لكم حفله ولا عرس ما عرفتش بالضبط شنو فين، المهم كانوا حاضرين لي. حتى الفنانه دنيا باطمه كانت حاضره، وابتسام باطمه هي اللي صوراتها، صراحه جاو زوينين هاد الكوبل ما شاء الله عليهم. ايمان باطمه ما شاء الله غزاله، وكيجي معها الالوان اللي ولات كتلبس ما شاء الله، الله يكمل عليهم بالخير. ما تنساوش خليو متابعه وسبسكرايب للقناه باش يوصلكم الجديد، واكيد اي حصري غادي تلقاوه هنا. شكرا، ان شاء الله باذن الله يا رب.